اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية وصندوق التنمية الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ومتحف الكاريكاتير بالفيوم. كمان التقى حلمي النمنم وزير الثقافة أعضاء لجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء اللجنة وجهوا الشكر للوزير على استجابته لدعوة اللجنة لحضور اجتماعها الذي بحث مقترحات للحفاظ على التراث الثقافي غير المادي وكيفية استغلاله وتنميته، وأيضا وضع الخطط والسياسات المتعلقة بضمان استدامة التراث الثقافي المصري وتسجيل الفولكلور الوطني وتحديد هذا التراث وتوثيقه والمحافظة عليه و إحياء أيضا مختلف جوانب هذا التراث السري. وزير الثقافة قال طبعا أن مصر بتاريخها تستحق أن يكون لديها مئات بل آلاف من العناصر الثقافية من الفولكلور والتراث غير المادي المسجلة على قائمة اليونسكو، وأكد دعمه كافة مقترحات اللجنة من أجل الوصول إلى تحقيق هذا الهدف، وأشار إلى أهمية تكاتف الجميع لوضع خطط عملية للتنفيذ من أجل استغلال هذا التراث ودعم تنميته والحفاظ عليه، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الصناعات الثقافية التراثية الإبداعية. واحنا لسه كان بالأمس عيد الأم والاحتفال به في المنطقة العربية، كل عام وكل أم بخير، وكل أم في مكانها وفي منزلها هي مقاتلة ومحاربة، ولكن دائما الأم الفلسطينية والسيدة الفلسطينية النصيب الأكبر من هذه المقاتلة في الحياة من أجل أبنائها ومن أجل وطنها. أيضا بمناسبة عيد الأم ومساعدة النساء الفلسطينيات التي عشنا في القدس، أقيم معرض بالعاصمة الأردنية عمان للأعمال الفنية المنتجات اليدوية والمجوهرات. منتجات المعرض لاقت إعجاب الزوار مش بس علشان أسعارها المناسبة لكن أيضا لجودتها العالية. بهدف دعم المرأة الفلسطينية التي تعيش في القدس، عرضت مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والمجوهرات ومنتجات الحرف اليدوية في معرض أقيم في العاصمة الأردنية عمان بمناسبة الاحتفال بعيد الأم. إتاحة تسوق لإلهم من منتجات نسائية لأمهات زي أمهاتهم يعني، فبيكون نوع من التكريم للأم اللي عملت وأنتجت للأم اللي ربت كمان وأعطت، فعملية متبادلة بين أمهات في عيدهم عن طريق أبنائهم، يعني هذا بيقدم دعم لإمرأة عاملة بهدية لأمه من إيدين سيدة زيها، يعني هي بتشوف يعني بتقدر تقدر قديش هاي الهدية كتير مميزة لما تكون من شغل إمرأة مثلها. واحتفالا بهذه المناسبة تمكن الزوار من شراء مجموعة من الهدايا بما في ذلك الذهب والفضة والمجوهرات والأعمال الفنية والحرف اليدوية وكذلك أدوات المطبخ والملابس. إحنا بالنسبة لنا كتير كويسة لأنه أنا بجيب البضاعة شغل نساء فلسطينيات، وهدول نساء بيشتغلوا بالبيت يعني لا هم لا مؤسسة ولا لا اتحاد ولا لا إشي، بنجيب إحنا نسوق لهم إياه طبعا بمساعدة نساء من أجل القدس، نبيع لهم إياه عشان يربحوا بدل ما يحتاجوا الاحتلال خصوصا النساء اللي في القدس. ويعتبر المعرض وسيلة فريدة للاحتفال بعيد الأم من خلال تقديم هدايا خاصة للأمهات صنعتها نساء أخريات كثير منهن من الأمهات أنفسهن. احنا متواصلين معاكم لسه في مجموعة تقاريرنا بعد الفاصل.
عرض متعلقات شخصية للمرأة الحديدية في بيت للمزادات، معاطف وفساتين ومجوهرات ومتعلقات شخصية كانت تملكها رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر، عرضت في مزادات بيت كريستي للمزادات في العاصمة البريطانية لندن خلال العام الذي كان من المفترض أن تكمل فيه المرأة الحديدية عامها 90. المزاد شمل بيع 186 قطعة، من بينها العديد من أكثر الفساتين والمعاطف والمجوهرات التي اشتهرت تاتشر بها. وعرف عن تاتشر حبها للحقائب، ونادرا ما التقطت لها صورة دون حملها لواحدة من هذه الحقائب، وكانت حقيبة جلدية على شكل ولون زي البحرية البريطانية هي إحدى الحقائب التي حملتها مرات عدة خلال فترة عملها السياسي. أما القطعة الأثمن التي يشتمل عليها المزاد فهي قلادة مصنوعة من الزمرد والماس. كما عرض أيضا للبيع فستان زفافها المخملي الأزرق الذي ارتدته للزواج من شريك حياتها دينيس في عام 1951. وربما يكون أكثر قطع الملابس المشهورة لتاتشر والتي عرضت للبيع في المزاد هو معطف المطر مع غطاء الرأس المتناسق معه، واللذين كانت رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة قد ارتدتهما أثناء ركوبها لدبابة في حقل تدريب تابع لحلف شمال الأطلنطي الناتو في ألمانيا عام 1986. وقد أعربت ميرديث سميث مساعدة مدير بيت كريستي للمزادات عن اعتقادها بأن هذه الصورة أثبتت بشكل قاطع للجميع أن تاتشر كانت امرأة قوية تتولى إدارة شؤون البلاد بحزم وصرامة، ولكن في نفس الوقت تظهر في قمة أناقتها. الأفيال تشارك في احتفالات قدوم العام الجديد في تايلاند. في تايلاند للأفيال دور آخر غير الوجود في الغابة، ففي مركز مقاطعة أوتايا تزينت أسرة مكونة من 4 أفيال بزي شخصية سانتا كلوز الشهيرة، وقامت بتوزيع الهدايا على الأطفال في لمحة مبهجة ومليئة بالفرح. وقامت الأفيال بتوزيع اللعب والحلوى مستخدمة خراطيمها على الأطفال سعداء الحظ، والتي تقوم الأفيال باختيارهم بشكل عشوائي، وهو ما يزيد جو التشويق والإثارة. تمثل الأفيال رمزا وطنيا لتايلاند، وينظر إليها باعتبارها حيوانا مقدسا بين التايلانديين لأنها ذات أهمية قصوى لديهم. وحاليا يوجد حوالي 6000 فيل في تايلاند، حوالي نصف هذه الأفيال تم ترويضه. وكجزء من الجهود المبذولة للمساعدة في الحفاظ على هذا الحيوان المقدس لدى التايلانديين، تقوم السلطات المحلية بإضافة مواد تعليمية عن الأفيال في المدارس المحلية، خاصة في أوثا وعاصمة إقليم أوثوياها والواقع شمال العاصمة التايلاندي بانكوك. وكجزء من الجهود المبذولة للمساعدة في الحفاظ على هذا الحيوان المقدس لدى التايلانديين، تقوم السلطات المحلية بإضافة مواد تعليمية عن الأفيال في المدارس المحلية، خاصة في أوثتايا عاصمة إقليم أوثوياها والواقع شمال العاصمة التايلاندية بانكوك. ويستهدف هذا المشروع تعليم أطفال المدارس التايلانديين طبيعة وأهمية الأفيال.
أهلا بكم مرة تانية. دايما بيكون في احتفاء خاص بالحيوانات النادرة اللي يعني الحفاظ عليها بيبقى صعب في دول كتير جدا، علشان كده عرضهم للجمهور في الحدائق، حدائق الحيوانات، بيكون مناسبة خاصة جدا. مؤخرا حديقة حيوان بيرو ظهر فيها 2 من أشبال النمور البنغالية البيضاء النادرة، يعني عمرهم 2 شهر، ويزن كل منهما حوالي 8 كيلو جرام، والأطباء بيقولوا إنهم بصحة جيدة، وزي ما هو واضح هي نمور فعلا شكلها مش تقليدي ونادر جدا. صحيح، نمور البنغالية من أكثر حيوانات للأسف التي تقل أعدادها بكثرة، ولذلك هي معرضة للانقراض، وتعتبر نتاج طفرة جينية للنمور البنغالية البرتقالية المعتادة. نقصت أعدادها في العالم لدرجة أنها أصبحت حوالي 2500 فقط، وده بيرجع إلى الصيد الجائر لهذا النوع النادر من النمور. نروح بقى لبعض الأخبار الصحية، وطبعا الأطفال دايما بيبقى تركيزنا عليهم لأن هم في مرحلة التكوين والبناء الجسماني، وللأسف ناس كتير جدا لا تلتفت إلى أهمية أنه الأطفال ياخدوا 3 وجبات صحية سليمة على مدى اليوم، وممكن يستعيدوا عنها ببعض السكريات أو الأطعمة السريعة، الوجبات السريعة الغير صحية تماما، وده بيعرضهم لأمراض زي السمنة المفرطة في أعمار مبكرة جدا ممكن تأثر عليهم بقية حياتهم. صحيح، وانطلاقا من النتائج دي انها ممكن تؤدي الى امراض القلب ومرض السكر والسكتات الدماغيه، طبعا ده غير البدانه وهي وباء او مرض العصر. دكتوره التغذيه من جامعه فنلندا قالت انه هناك حاجه ماسه لاولياء الامور ان هم يركزوا انه الاولاد او الاطفال يتناولوا الوجبات 3 الرئيسيه لمنع زياده الاوزان ووقاهم فريسه للامراض خاصة القلب. برضو في ارتباط وثيق لاحظه الباحثون بين استهلاك المشروبات السكرية واللحوم الحمراء ورفع مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأطفال في مرحلة الطفولة، والبيانات تشير أنه ربع الأطفال يستهلكون المشروبات السكرية بصورة يومية فضلا عن الوجبات المشبعة بالدهون والأملاح، في مقابل تراجع الألياف الغذائية وفيتامين د والحديد ليصل إجمالي ما يتناولوه أقل من الموصي به. معنا على التليفون الدكتور هاني جبران وهو أستاذ التغذية والسمنة والنحافة. صباح الخير دكتور هاني. أهلا بسادة المشاهدين كلهم. أهلا بحضرتك. نتكلم الأول عن ما كنا نتكلم عليه دلوقتي، الأطفال والوجبات الثلاثة، لأنه أصلا في عاداتنا الغذائية حتى الكبار مش بيهتموا بالوجبات الثلاثة، ولكن أهميتها عامة وخاصة للأطفال. فعلا يا فندم، وزي ما حضرتك قلت بالظبط في الخبر ان الوجبات الثلاثة مهمة جدا، وخصوصا وجبة الفطار، لان وجبة الفطار كل الامهات تقريبا بتهملها وبيستعيدوا عنها ان هم يديهم سندوتشات يقولك احنا عملنا اللي علينا وخلاص. لا، وجبة الفطار مهمة جدا للأطفال. نبتدي أي حاجة يبقى لازم نحضر وجبة الفطار، وتكون وجبة الفطار دي فيها كل العناصر الغذائية على قد ما نقدر، وخصوصا في مرحلة البناء الأطفال يبقى لازم فيها اللبن، ولازم يبقى فيها الفاكهة، ولازم يبقى فيها برضو جزء من الكربوهيدرات إذا كنا هناخدها عن طريق السيريال اللي هو زي الدقائق اللي خد